كتيبة درع الوفاء التابعة لهيئة درع الثورة تقوم بعملية الفجر الأحمر. الله أكبر. وتفجير طائرة من طائرة من مطار نيرب العسكري. الله أكبر. الله أكبر. إذا كتيبة درع الوفاء كتيبة درع الوفاء. الله أكبر. تقوم بعملية الفجر الأحمر كتيبة درع الوفاء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كتيبة درع الوفاء. الله أكبر. الله أكبر.